بالنسبه للكراتان ديال البطاطا كنصايبوا لا بوري ديال البطاطا طريقه كناخذ كيلو ديال البطاطا كنسلقها بالقشره ديالها كنخليها حتى كطيب مزيان وكتحل كنطحن البطاطا ديالي وهي سخونه باش كتجيني ديك لا بوري ديالي ليس كنزيد عليها واحد جوج دريسات ديال الثومه جوج معالق ديال الزيت البلديه حتى ثلاثه المعالق كنزيد شويه ديال الملحه شويه ديال البصل شويه ديال الكوزه محكوكه كنزيد كاس ديال الحليب كبير وإذا كانت عندي القشده الطريه يعني كنحاول ندير تقريبا جوج كيسان ديال حياتي كاس ديال الحليب وكاس ديال القشده الطريه وكنزيد واحد جوج فرماجات ولا ثلاثه مربعين دونك هذه هي الطريقه ديال لا بيغي ديال البطاطا نقدروا نقدموها للوليدات هكا او نقدروا نستعملوها في الكراتان اللي غادي نعطيكم انا دابا دونك كناخذ الكفته ديالي كندير فيها كاع التوابل يعني العطريه ديال الكفته عاديه كتكون فيها واحد الاضافه ديال واحد طريف ديال الخبز خبز كامل مرطب في شويه الحليب وواحد البيضه وكنعجن الكفته ديالي مزيان وكنقدر نزيد فيها حتى التوابل الاربعه راه كنت عطيتهم لكم اللي هما سكنجبير والقرفه والقرنفل والكوزه كنديرهم في واحد القريعه وكنبقاو نسمو بهم كنسم الكفته ديالي وكندير كويرات ديال الكفته وكناخذ ديك لا بيغي اللي حضرنا اللي عطيتكم دابا في البدايه ديال الوصفه كنحط حدايا واحد الاناء فيه الماء باش ما كتلصقش ليا ديك البطاطا في يدي وكنحاول نصوب دوك الكويرات ديال الكفته ونغطيهم بديك لا بيغي بحال اللي كنلبس ليهم ديك لا بيغي كناخذ واحد المول كيدخل للفرن كنستف فيه دوك الكويرات ديال الكفته اللي لبست ليهم لا بيغي وكنصوب صلصه ديال الطماطم تكون عاقده وكنعمرهم الوجه ديالهم كاملين بالصلصه ديال الطماطم كنصاوب لاصوص بيشاميل حتى هي تكون عاقده وكنديرها فوق من ديك لاصوص طوماط وكندير الفرماج غابي يكون واحد لاكوش تكون مزيانه ديال الفرماج غابي وكندخلها للفرن صدقوني راه كيجيها الطبق هائل يعني تقدري ديري غير مع شليضات في الغداء ولا في العشاء وهانتي وجدتيه بواحد الطريقه سهله وبصحتكم وبصحتكم مستمعات